تقول السائلة: زوجي لا يصلي الفجر إلا متأخرا، وكثيرا ما يصليها مع الظهر، وأحيانا يفطر ويذهب ثم يصلي، وقد نصحته كثيرا ولا يسمع لي، وأوقظه للصلاة ولا يرد علي، ماذا أفعل معه؟ الذي يتعمد النوم عن الصلاة بصفة مستمرة هذا مضيع للصلاة، وإذا صلاها ما تصح منه، إذا صلاها خارج الوقت ما تصح منه ولا تقبل منه، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحافظ على الصلوات في مواقيتها. نعم.